خلاص كفاية كده، استحملنا كلام كتير وقلتوا بنضيع وقت، جينا على نفسنا بدل المرة ألف، واتهمتونا باللامبالاة حتى في شغلنا، مستكترين علينا ندلع نفسنا، ولو على الوقت اللي جري فلسه في وقت بدل ضايع. وده اسمه هدوء عشان نبني هجمة. ومن الآخر مش هنتركن على الدكة تاني، هنروح على المطبخ بس بين الشوطين عشان نجهز، هنتفرج ونهتف طول التسعين دقيقة ونزعق بصوت عالي عشان ساعة الجد بنشجع بجد.